احنا عندنا في المذهب الحنفي ابو حنيفه اشتغل شغل جماعي، كانش بيشتغل يكتب زي الامام الشافعي لوحده، لا كانوا 40 اماما يقعدوا مع بعض مجلس ويطرحوا القضيه فيناقش كل واحد، وبعدين ابو حنيفه يقول رايه، وابو يوسف وزفر ومحمد والحسن وكتير 40. ال40 دول اللي بيتناقشوا، كان بيحضر مع ال40 حوالي 300 تانيين اصليين، وفي اغلب الايام يصل العدد الى 2000. يعني في 40 وال40 دول مقدم منهم الامام ثم اربعه ثم ال40 ثم 360 دول على طول رايحين لازم، وفي بيحضر بقى العادي كده الجمهور 2000 3 كل يوم بيتبدلوا. فالامام المجمع العلمي الاصلي بتاعه كام؟ 40 شيخ، كل واحد فيهم ينفع يعمل مذهب لوحده، إمام لوحده زي الشافعي كده. والشافعي تلميذ محمد وأبو يوسف، أحمد بن حنبل تلميذ أبو يوسف، أخذ عنه الحديث والفقه وقال ما علمت الفقه إلا من أبي يوسف. تمام، يبقى إذن كان الرأي شورى، لكن في ثلاثة هم الأصل في المذهب، أبو حنيفة أبو يوسف محمد، أحيانا نضيف اليوم زفر وأحيانا الحسن بن زياد، يعني خمسة، بس الثلاثة دول هم الأصل. أبو حنيفة وأبو يوسف سموهم الشيخان، إن هما الاثنين أكبر اثنين، زفر أكبر بس ما بيتقالش عليه.